طيب هنبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا هنبدأ ان شاء الله النهارده في محاضرات الفارماكولوجي، جزء الفسيولوجي ان شاء الله زي ما اتفقنا. المحاضرة بتاعت يوم الجمعة بإذن الله هتبقى الساعة 4 العصر بإذن الله، وهنمشي فيها بقى. يعني ايه، ممكن ناخد بريكس، دي هنظبطها مع بعض مفيش مشكلة وقتها، يعني لأن ميعاد قبل الصلاة ده كان مش مناسب لمعظم الناس يعني. طبعا الفارماكولوجي هنيجي بقى للجزء الثاني اللي يماثل في الأهمية الجزء بتاع الفسيولوجي اللي هو الريسبيراتوري والكارديوفاسكولار. الجزء بتاع البيزك فارماكولوجي ده مهم جدا جدا جدا، سواء كان في الجزء الفيرست بارت او السكند بارت. طبعا أهمية الجزء ده بتيجي من ان هو طبعا غالبا بيبقى ديفكتيف عند معظمنا، يعني لأنه طبعا هو جزء غريب شوية، فيعني ممكن في الفارما بتاعت الأناسيزيا والكلام ده ممكن الأمور تبقى ماشية شوية، لكن في البيزكس أو البيزك فارماكولوجي يعني الأمور بتبقى صعبة شوية. طبعا أول حاجة بتقابلنا في الفارماكولوجي هو الديفينيشن بتاع الفارماكوكايناتكس والفارماكوداينامكس. طبعا هنا الفرق بينهم بسيط جدا، إنه الفارماكوكايناتكس هنا هو بيعتبر إن الدواء ثابت، تمام، ودي من كلمة كاينيزيس، تمام، وإنه الجسم بيبدأ يتعامل مع الدواء ده، تمام. يبقى هنا الدواء لسه ما عملش الافكت بتاعه، او هو ما بيتكلمش على الافكت بتاع الدواء ده على الجسم. يبقى هو الديفينيشن بتاع الفارماكوكاينيتكس هاو ذا بودي ديلز وذ ذا دراج. والكومبوننتس بتاعت الفارماكوكاينيتكس هي بتبدا اولا من الابزوربشن، تمام، وتاني حاجه اللي هي الديستريبيوشن، ثم الميتابوليزم، ثم بتنتهي في النهايه بالاكسكريشن، تمام. يبقى ده الديفينيشن بتاع الفارماكوكاينيتكس. فارماكوداينامكس معناها ان الدواء بيتحرك من الدايناميك، تمام، وبالتالي هو طبعا كونسرنت بالافكت بتاع الدواء. هنتكلم بقى على الاجونست والانتاجونست والافيكاسي والبوتنسي وكلام كتير قوي ان شاء الله هنتكلم عليه في المحاضره القادمه باذن الله. يبقى الفارماكوكاينيتكس الديفينيشن بتاعها هاو ذا بودي ديلز وذ ذا دراج بيتكون من اربعه كومبوننتس، بتبدا بالابزوربشن، ثم الديستريبيوشن، ثم الميتابوليزم، ثم الاكسكريشن. نيجي نتكلم على الابزوربشن. طبعا الابزوربشن هنا اول حاجه بنتكلم عليها هي الروتس اوف ادمنستريشن. طبعا الروتس اوف ادمنستريشن سهله جدا، لكن طبعا كلنا عارفين الانترافينوس والانتراماسكولر والسبكوتينيوس والاورال والريكتال والسابلينجوال والترانسميوكوزال والانهيلد والكلام ده، لكن دايما بننسى الانتراثيكال والابيديورال. فطبعا لو انت بتمتحن طبعا في السكند بارت، طبعا كيب ان مايند قصه الانتراثيكال والابيديورال، دي بتدي يعني فكره شويه ان انت ايه اورينتد ومركز يعني في اللي انت بتقوله، تمام. فالروتس اوف ادمنستريشن طبعا زي ما احنا عارفين الحاجات اللي هي الانترا فينس الانترا ماسكولار دول شبه بعض. الحاجات الانترال بتبدا اولا من هنقول سب لينجوال ترانس ميوكوزال اورال، بعد كده في عندي الريكتال، الحاجات اللي عن طريق الجلد الترانس ديرمال السبكوتينيوس، تمام، ثم بعد كده في عندي الحاجات اللي هي الايه الانتراثيكال والابيديورال. طبعا هنا بيجي بعد الابزوربشن حاجه اسمها البايو افيلابيليتي، ودي بتوضح العلاقه هنا او الافيكاسي بتاع الابزوربشن ده. يعني الابزوربشن دي بروسيس هي مسؤوله عن نقل الدواء من السايت اوف ادمنستريشن الى الايه الى البلاد ستريم، تمام. وهنا بيجي مصطلح البايو افيلابيليتي، والبايو افيلابيليتي معناه هو الفراكشن اوف ذا دراج اللي بيريتش السيستميك سيركيوليشن، وده بيتقارن دايما بالاماونت اوف دراج لو نفس الدوز بالظبط اتخذت عن طريق الانترافينوس روت. يبقى انا هنا بقارن البايو افيلابيليتي بتاعت اي روت، تمام، بالمقارنه بالانترافينوس باعتبار ان الانترافينوس روت البايو افيلابيليتي بتاعته 100%، لان انا بحقن الدواء دايركتلي في البلاد ستريم، تمام. يبقى البايو افيلابيليتي الديفينيشن ده مهم جدا، هو الفراكشن اوف ذا ادمنستر دراج ريتشنج سيستميك سيركيوليشن كومبيرد وذ ذا اماونت اف ذا سيم دراج واز جيفن باي الانترافينوس روت. الانترافينوس روت زي ما اتفقنا البايو افيلابيليتي بتاعته 100%،
طبعا بقيه الروتس يمكن القريب قوي من الانترافينس هو الانتراماسكولر، لكن طبعا اي روت تاني زي الاورال روت طبعا اقلهم طبعا في البايو افيلابيليتي. والسبب في القصه دي زي ما هنتكلم بعد شويه انه الاورال روت بيحصل ابزوربشن، بيخش على الليفر، بيحصل له حاجه اسمها فيرست باس افكت، ومعنى كده ان الدواء ما بيلحقش يوصل او جزء منه ما بيوصلش للسيستميك سيركيوليشن، عشان كده البايو افيلابيليتي بتاعته بتقل جدا. اب تو ان في بعض الادويه تقريبا ما بتوصلش للبلاد ستريم زي الحاجات اللي هي ما بيحصلهاش اي ابسوربشن في الجي اي تي، زي مثلا على سبيل المثال الفانكومايسن. مثلا الفانكومايسن لو اتاخد اورالي ما بيوصلش خالص للبلاد ستريم، وبالتالي الباي افيلابيلتي بتاعته زيرو. معنى كده ان انا ما ينفعش استخدم على سبيل المثال الفانكومايسن علشان اتريت اعمل تريتمنت لسيستميك انفكشن. انما ليه بنستخدم الفانكومايسن؟ حد يعرف ليه بنستخدم الفانكومايسن اورالي؟ حد يعرف امتى بنستخدم الفانكومايسن اورالي؟ حد سمع عن القصه دي قبل كده؟ اه دكتور، في الكولايتس اللي هي بالظبط اللي هي حاجه اسمها بالظبط، السودو. ممتاز دكتوره فاطمه، اللي هي السودو ممبرنس كولايتس. والسودو ممبرنس كولايتس دي واحده من الحاجات اللي بتحصل، طبعا هي تعتبر اوبورتيونستيك انفكشن، وبتحصل بالكوليستيريديوم ديفيسيل فعلا، وغالبا بتحصل سكندري ليه بعض الانتي بايوتكس زي الكليندامايسن. تمام، الكليندامايسن طبعا لما بيموت النورمال فلورا بيبدا يحصل فلوريشنج الحاجات اللي هي الاوبورتونستيك انفكشن زي الكوليستيريديوم ديفيسيل. فطبعا في الحالات دي بندي الاورال فانكومايسن. في حاجه تانيه في الاي سي يو، يعني لو حد كان سمع قبل كده، في حاجه اسمها سيلكتيف دايجستيف دي كونتامينيشن. وسيلكتيف دايجستيف دي كونتامينيشن دي من ضمن الحاجات اللي هم احيانا بيستخدموها على اساس ان هي تقلل البكتيريال ترانسلوكيشن وبتقلل الانسيدنس بتاع الفنتليتور اسوشيتد نمونيا. لكن القصه دي في كلام كتير على الافيكاسي بتاعتها، وفي كونسيرنز طبعا عن قصه البكتيريال ريزيستنس والكلام ده. النقطة اللي بعد كده طبعا ازاي بقيس البايو افيلابيليتي بتاعت اي دواء باي روت اوف ادمنستريشن. في كيرف بسيط جدا، ان هو بشوف، هنشوف شكل الكيرف دلوقتي، ان انا طبعا بشوف هنا بدي الدواء ده بالاي في روت زي ما احنا شايفين في اللاين الازرق ده. طبعا الكونسنتريشن بيبقى اعلى حاجه في التايم زيرو وفي وقت الادمنستريشن، وبيبدا يقل بالتدريج طبعا نتيجه الديستريبيوشن او الاليمينيشن او وات ايفر. تمام، هنا طبعا الاري اندر ذا كيرف هي دي المنطقه اللي احنا بنعبر بيها عن الافيلابيلتي بتاعه الدواء اللي اتاخد انترافينسلي. وبقارن الدواء، نفس الدواء لو انا اديته بالاورال روت مثلا على سبيل المثال، فانا عندي هنا اللي هو بالجزء الاحمر او الجزء الاخضر، هنا بيتكلم على التابلت او الكبسول، فبيديني كيرف. طبعا هنا الكونسنتريشن في التايم زيرو بيبقى زيرو، بيبدا يعلى بالتدريج نتيجه الابزوربشن من الجي اي تي مثلا، وبيبدا يعلى لحد ما بيوصل للبيك، وبعد كده بيبدا يقل تاني بالتدريج نتيجه الديستريبيوشن والاليمينيشن. لما قارن البايو افيلابيليتي بتاعه الاورال روت هنا، فانا بقسم هنا الاريا اندر ذا كيرف اللي موجوده تحت الاورال كيرف ده على الاريا اندر ذا كيرف بتاعه الاي في روت في 100، بيديني البايو افيلابيليتي. يبقى انا هنا بحسب الاريا اندر ذا كيرف في الاورال كيرف، والاريا اندر ذا كيرف بالنسبه للاي في كيرف بيديني طبعا في 100. تمام، هيديني البرسنت بتاعت البايو افيلابيليتي سواء كان بقى 60% 80% او وات ايفر. تمام، طبعا هنا واضح جدا لو انا جيت اشوف الاي في روت، طبعا الاي في روت زي ما اتفقنا البايو افيلابيليتي بتاعته 100%. طيب نقطة بعد كده اللي هي، طب ايه الحاجات اللي بتأثر على البايو افيلابيليتي؟ في حاجة منهم احنا قلناها اللي هي الروت اوف ادمنستريشن، زي ما اتفقنا انه الانترافينوس روت هو الروت اللي البايو افيلابيليتي بتاعته 100%. بقية الروتس بتقل البايو افيلابيليتي بتاعتها، بيجي يمكن اقلهم هو الاورال روت. تمام، فانا اول حاجة الروت اوف ادمنستريشن. تمام، النقطة اللي بعد كده البريباريشن او الفارماسوتيكال بريباريشن، طبعا الحاجات اللي هي البارتيكل سايز بتاعتها كبيرة او التيشو بروتين بايندنج بتاعها عالي، فبالتالي وصولها للبلاد ستريم بيبقى ابطأ بكتير. تمام، النقطة اللي بعد كده الفيزيكو كيميكال انتر اكشنز، لو انا اديت تو دراجز مع بعض في بعضهم بينتر اكت، زي على سبيل المثال التترا سايكلين والملك، والاكزامبل الثاني الاشهر زي ان احنا مثلا ندي مثلا الحاجات اللي هي الادزوربنج ايجنتس زي الاكتيفيتد شاركول مثلا مع اي دواء تاني.
فطبعا الاكتيفيتد شاركول احيانا احنا بنديه مثلا على سبيل المثال في بعض الناس، يعني العيانين اللي هم واخدين مثلا اوفر دوز من حاجه او الباراسيتامول توكسيسيتي او وات ايفر، تمام. بعض العيانين دول احيانا بنحتاج ان احنا ندي لهم، يعني بقول لكم على سيتويشن كومن بنقابله، بندي لهم الانتي ابيلابتكس، في منها حاجات اورال. طبعا هنا لو احنا ادينا اكتيفيتد شاركول مع الحاجات الانتي ابيلابتكس فهي زي ما هتكليت التوكسنز هتكليت كمان الايه، او هتعمل ادزوربشن ل الميديكيشنز الاورال ميديكيشنز. فطبعا لو انا بدي حاجه زي الاكتيفيتد شاركول طبعا بيتر ان انا افويد تماما الاورال روت علشان البايو افيلابيلتي بتاعت الاورال الاورالي تيكن ميديكيشنز. يبقى اول حاجه الروت اوف ادمنستريشن، النقطه الثانيه الفارماسيوتيكال بريباريشنز، النقطه الثالثه الفيزيكو كيميكال انتر اكشنز، النقطه الرابعه اللي هي الفارماكوكاينيتيك فاكتورز، طبعا هنا اللي هي الفيرست باس افكت. زي ما قلنا هنا ان الاورال روت هو واحد من اقل الروتس في البايو افيلابيلتي، وطبعا السبب في القصه دي معظمه نتيجه الفيرست باس افكت وهنتكلم عليه كمان شويه. اخيرا طبعا اللي هي البيشنت فاكتورز، طبعا هنا زي مثلا الحاجات المال ابزوربتيف ديزيزز زي مثلا السيلياك ديزيز مثلا، او بعض الادويه زي الاوبيويدز مثلا اللي هي بتقلل الجاستريك موتيليتي وبالتالي بتقلل الابزوربشن، او العكس لو في ادويه بتزود الموتيليتي فبتزود الابزوربشن زي الميتوكلوبراميد والاريثروميسين، وطبعا التروما اللي هي بتعمل لي طبعا جاستريك ستيزز. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان التروما بتقلل الجاستريك موتيليتي وبتخلي العيانين بيبقوا فول ستومك، علشان كده الانديكيشن بتاع الرابيد سيكونس اندكشن في حالات التروما. يبقى انا هنا الحاجات اللي هي بتاثر لي على البايو افيلابيلتي، يعني قد ايه من الدواء ده هيوصل للبلاد ستريم. نمره واحد اللي هي الروت اوف ادمنستريشن، تمام، واتفقنا انه اكتر باي افيلابيلتي بتحصل مع الاي في روت، بيليها طبعا الانترا ماسكولار، ثم طبعا بيقل بالتدريج الى ان يصل للاورال روت اللي هو تقريبا اقلهم في الباي افيلابيلتي. النقطه الثانيه اللي هي الفارماسيوتيكال بريباريشنز، زي ما اتفقنا الحاجات اللي هي البارتيكل سايز بتاعتها كبيره، البروتين التيشو بروتين بايندنج بتاعها عالي فما بتوصلش للبلازما بسهوله. النقطه الثالثه اللي هي الفيزيكو كيميكال انتر اكشنز اللي احنا قلنا اكزامبل ليها اللي هي التترا سايكلين والملك او الشاركول والاورالي تيكن ميديكيشنز. والنقطه الرابعه اللي هي الفارماكوكاينيتيك فاكتورز زي الفيرست باس افكت اللي هنتكلم عليه كمان شويه، واخيرا البيشنت فاكتورز زي مثلا المال ابزوربتيف ديزيزز او الادمنستريشن اوف اي في دراجز زي الاوبيويدز اللي هي بتديلي الجاستريك امبتنج او التروما مثلا على سبيل المثال. طبعا ده الجزء ده مهم جدا يا جماعه. نيجي على الفيرست باس ايفكت. الفيرست باس ايفكت ده بيوصف هنا انه طبعا كل الادويه او كل الفينوس درينج بتاع الجي اي تي بيروح للليفر عن طريق الايه السبلانكنك سيركيوليشن اللي هي بتديني في الاخر البورتال فين. واتكلمنا في الفسيولوجي قبل كده على البلاد سبلاي بتاع الليفر وقلنا ان 75% من البلاد سبلاي بيجي من البورتال فين. طبعا البورتال فين هنا بيكاري طبعا النيوتريانس والدراجز وخلافه. طبعا هنا الدراجز اللي بتخش للبورتال سيركيوليشن بتوصل للليفر. طبعا في بعض الادويه بيوصل هنا للليفر طبعا بيبقى ابتيكن بالليفر سيلز وبيحصل لها ميتابوليزم او ان اكتيفيشن، وبالتالي طبعا في جزء منها بيوصل للسيركيوليشن وجزء تاني ما بيوصلش، فاحنا هنا ده بنسميه الفيرست باس ايفكت. يبقى هو الدراج ميتابوليزم بيفور ات ريتشز السيستميك سيركيوليشن بتحصل اساسا في الليفر، لكن في بعض الحاجات بتتكسر في الانتستاينال ميكوزال سيلز زي على سبيل المثال النيتروجليسرين. وطبعا هنا بيظهر طبعا الافكت بتاع الانزيم انديوسرز والانزيم انهبيتورز. طبعا الانزيم انديوسرز الاكزامبل ليها طبعا الكلام ده مهم، عندي مثلا على سبيل المثال الريفامبيسين، تمام، وعندي الفينيتوين، الفينيتوين اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، الفينيتوين اسمه ايه يا جماعه؟ سبحان الله بكتبه كل يوم. الفينيتوين الليبانوتين، تمام، الليبانوتين والفينوكاربيتال طبعا اللي هو الاكزامبل ليه طبعا هو الفايبنتال، ده واحد من العيله دي، تمام. كل دي انزيم انديوسرز، وبالتالي الادويه اللي ليها فيرست باس افكت بتزود طبعا الميتابوليزم بتاعها وبالتالي بتقلل البايو افيلابيلتي بتاعتها. الانزيم انهبيتورز طبعا اشهر مثالين هما السايميتيدين، تمام، ده اتش 2 بلوكر، والاكزامبل الثاني الاميودارون وده طبعا المهم.
الاميدارون طبعا ده واحد من الايه، من الادويه برضو اللي هي بتنهبت طبعا. الاميدارون اللي هو طبعا الكوردارون اللي احنا بنستخدمه في سواء كان الريت كنترول او ريزم كنترول بتاعه الاريزميز، طبعا ده وايد سبيكترم هنتكلم عليه ان شاء الله في الانتي اريزميك ميديكيشنز. الادويه طبعا اللي بتنهبت السيتوكروم بي 400 هو طبعا يقصد هنا الانزيم اللي هو سيتوكروم بي 450، طبعا هنا بتنهبت الانزيم ده وبالتالي بتقلل الفيرست باس افكت وبالتالي بتزود الافيلابيليتي بتاعه الكو ادمنسترد ميديكيشنز. طبعا ايه الدواء، اشهر دواء بيتاخد مع الاميدارون، اشهر دواء هو الوارفرين او الماريفان، وبالتالي الكو ادمنستريشن بتاع الاميدارون مع الماريفان بيزود الافيلابيليتي بتاعه الماريفان او الوارفرين، وبالتالي ممكن يحصل ايه انكريز في الاي ان ار وبليدنج تندنسي وكلام زي كده. الفينيتوين مشهور جدا 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 معاه في حالات السب اراكنويد هيموريدج، تمام. حالات السب اراكنويد هيموريدج طبعا بيحصل فيها فازوسبازم وبيحصل معاها سيجرز، تمام. طبعا اشهر دواء بيتاخد في السب اراكنويد هيموريدج اسمه ايه يا جماعه؟ نيموتوب. ممتاز، النيموتوب او النيموديبين، ده اللي هو الاسم العلمي بتاعه النيموديبين، تمام. النيموديبين طبعا بيتاخد جرعته تقريبا 60 ملي جرام كل 4 ساعات، تمام. وده طبعا الهدف منه ان هو بيمنع او بيقلل الفازوسبازم. طبعا هنا الادويه اللي هي بتتاخد انتي ايبيليبتكس، طبعا هنا مشهور جدا انك تلاقي ان العين مكتوب له ايبانوتين كانتي ايبيليبتيك مع النيموتوب، كونترا انديكيتد، ابسولوتلي كونترا انديكيتد الفينيتوين مع النيموتوب. ليه؟ لان هو بيزود جدا الميتابوليزم بتاع النيموتوب وبيقلل البايو افيلابيلتي بتاعته، علشان كده بيتر ان انا شفت الحاجات زي الليفترايستام اللي هو طبعا الكيبرا، او الاسم الثاني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الكيبرا او اسمه ايه؟ التراتام. التراتام، تمام؟ يبقى احنا هنا في العيانين السب اراكنويد هيموريدج اللي ماشي على نيموتوب ما ينفعش اكتب له فينيتوين معاه. طبعا في روتس بتباي باس الفيرست باس افكت، او ازاي ان انا اقلل الفيرست باس افكت، ان انا احاول استخدم روت بباي باس القصه دي. فبالتالي الادويه اللي انا عارف ان ليها فيرست باس افكت عالي زي على سبيل المثال النيتروجليسرين، طبعا ما بديهاش بالاورا روت، انما بديها مثلا سب لينجوال اللي هو بباي باس القصه دي، تمام، او الترانس ديرمال او الحاجات دي، كل الحاجات دي بباي باس الفيرست باس افكت، وبالتالي طبعا بتزود البايو افيلابيلتي بتاعه الادويه. النقطة اللي بعد كده حاجة اسمها الهيباتيك اكستراكشن ريشيو. هيباتيك اكستراكشن ريشيو معناها ان انا عندي، لو احنا قلنا ان ده الليفر كده، تمام، وعندي هنا طبعا ادي البورتال سيركيوليشن وجاي فيها الادوية اللي هي موجودة في الجي اي تي، تمام، وبعد كده بيخرج تاني البلاد عن طريق الفينس سيركيوليشن او الهيباتيك فين. هنا طبعا بيحصل انه الليفر بيعمل ابتيك لبعض الادويه دي، تمام، اللي هو المولكيولز من الادويه اللي هي موجوده هنا، تمام، وبعضها بيعدي اللي هو بيروح للسيستميك سيركيوليشن، تمام. فهنا احنا بنسميها الهيباتيك اكستراكشن ريشيو، هي الريشيو اوف ذا دراج ابتيكن باي ذا ليفر ديورينج السنجل ايه السنجل فلو. يبقى هنا المره الواحده اللي هي بتسيركيوليت فيها في الليفر بيحصل ان الليفر بيعمل اكستراكشن للدواء بنسبه معينه. يعني زي مثلا هقول ان في المره الواحده لو احنا مثلا هيخش 100 مولكيول وقلنا ان الاكستراكشن ريشيو 10%، في كل مره يحصل فيها سيركيوليشن بتعدي او بلاد فلو خلال الليفر 10% من الدواء اللي معدي في الليفر بيحصل له ابتيك بالهيباتيك سيلز، وطبعا بيحصل له طبعا ميتابوليزم وان اكتيفيشن، تمام. طبعا الحاجات اللي بتاثر على القصه دي هي ايه؟ 3 حاجات طبعا، اللي هي الهيباتيك بلاد فلو والابتيك بتاع الليفر سيلز والانزيم كاباسيتي. يبقى نقطه واحد اللي هي الفيكل، الحاجه اللي شايله الدواء ورايحه للليفر، دي نمره واحد. النقطه الثانيه الليفر سيلز اللي خدت الايه الدواء، وبعد كده الانزيم اللي عمل ميتابوليزم. يبقى الحاجات اللي بتاثر على الهيباتيك اكستراكشن ريشيو الهيباتيك بلاد فلو، الابتيك بالليفر سيلز، والانزيم كاباسيتي. هنا في بعض الادويه بيبقى ليها حاجه اسمها هاي اكستراكشن ريشيو، وفي ادويه بيسموها اللي ليها لو اكستراكشن ريشيو. يهمني فيها هنا الادويه اللي ليها هاي هيباتيك اكستراكشن ريشيو، ودي الاكزامبل ليها اللي هي الاشهر طبعا بالنسبه لنا اللي هو الليدوكين والبوبيفاكين والبروبرانولول، تمام. يبقى انا هنا الهاي اكستراكشن ريشيو معناها نسبه كبيره منها بتبقى اكستراكتد بالليفر في خلال الوان سيركيوليشن ثرو ذا ليفر، تمام.
أهمية الكلام ده إيه؟ أهمية الكلام ده في إنه في بعض السيتويشنز، طبعًا هنا القصة زي ما اتفقنا إن الهيباتيك اكستراكشن بيعتمد على البلاد فلو، تمام؟ وبالتالي كل ما زاد البلاد فلو كل ما الأماونت أوف ذا دراج اكستراكتد بقى عالي، لأن هو بيشيل بيرسنت من الدواء في السنجل فلو. طب لو أنا زودت الفلو خليت الفلو أسرع، فبالتالي نسبة الدواء هي النسبة ثابتة لكن الأماونت هتزيد، تمام؟ وبالتالي الكليرنس بتاع الدواء ده هيبقى أسرع. طب ده هل ده يهمني في حاجة؟ ده يمكن ما يهمنيش قوي بقدر ما يهمني العكس. السيتويشنز اللي بيحصل فيها ديكريز في الهيباتيك بلاد فلو بيزود لي الليفل بتاع الأدوية اللي ليها هاي هيباتيك اكستراكشن ريشيو. وبالتالي في السيتويشن زي الهايبوتنشن او التروما او الهايبوفوليميا او السيفير سبسس مثلا اللي بيحصل فيها سبلانكينج فازو كونستريكشن بيقل فيها الهيباتيك بلاد فلو، وبالتالي الاكستراكشن بتاعت الادويه اللي ليها هاي هيباتيك اكستراكشن بيقل، وبالتالي الليفل هنا بتاع الادويه دي ممكن يوصل لتوكسيك ليفل مع ريبيتد دوزز. حد فاهم حاجه في الكلام ده يا جماعه ولا لا؟ الكلام ده واضح ولا فيه صعوبه؟ تمام دكتور. تمام، حد عنده اي استفسار في النقطه دي؟ الجزئيه دي يعني مش مهمه جدا، بس يعني دي معلومه لطيفه علشان تبقى فاهم. مثلا يعني مثلا على سبيل المثال عندك الليدوكين والبوبيفاكين لو حصل توكسيسيتي، تمام، واحد من اهم الحاجات ان انت تحافظ على الهيباتيك بلاد فلو عشان تزود الكليرانس بتاعهم. انما لو حصل سيفير هايبوتنشن، تمام، والعيان هيمودايناميك اه ستيبل وكلام زي كده، يبقى انا هبقى فاهم انه الليفل او الكليرانس بتاعت الادويه دي هيقل لانه البلاد فلو بتاع الليفر قل، وبالتالي هيقل الكليرانس بتاعها. زي ما قلنا الادويه اللي ليها طبعا برضو نفس الكلام الاوبيويدز، الاوبيويدز برضو في حاله الديكريز في الهيباتيك بلاد فلو بيزيد جدا الكليرنس تايم بتاعها، وبالتالي بيزيد الهاف لايف بتاعتها اب تو ان في بعض الادويه زي مثلا البيثادين والمورفين في الحالات اللي بيحصل فيها هايبوتنشن الهاف لايف بتاعتها بتزيد اب تو 100%، يعني بيحصل لها دبلنج تقريبا، تمام. فبرضو دي حاجه تديني فكره عن انه يبقى انا لو انا بدي اوبيويد لعيان هايبوتنسيف وماشي على هاي دوز من الفازوبريسور والهيباتيك بلاد فلو افكتد، فانا ابقى فاهم هنا ان الاوبيويدز اللي انا بديها دي هتبقى لونج اكتنج. طيب نيجي بعد كده على الترانس ديرمال روت. الترانس ديرمال روت طبعا كلمه سريعه جدا عنه، هو طبعا هنا عندي اللي هي اللايرز بتاعت السكين هنا بتعدي بس الحاجات اللي هي الهايلي لابيد سولوبل دراجز، تمام، وطبعا فيها مزايا قويه ان هي طبعا اولا ان هي بتباي باس الفيرست باس افكت، دي من ناحيه، يبقى نمره واحد ان هي بتباي باس الفيرست باس افكت. والحاجه الثانيه ان هي طبعا ممكن استخدمها في العيان اللي هو الاورال روت بالنسبه له مش هيبقى مناسب نتيجه ان هو نون كوبراتيف والكلام ده. النقطه الثالثه انه بيعمل لي زي كونتينوس كده انفيوجن للدراج، وبالتالي الانسيدنس ان يحصل توكسيسيتي من الدواء الترانس ديرمال بيبقى قليل لان هو بيبقى عباره عن ايه زي سلو انفيوجن كده من الايه من السبكتينيوس تيشو، تمام. لكن طبعا الكلام ده ليه عيوب زي ما هنتكلم كمان شويه. يبقى هنا انا بستخدمه في الادويه الهايلي ليبيد سولبل اللي هي تقدر تبقى ابزوربد عن طريق السكين لايرز. طبعا التارجت اوف اكشن بتاع الادويه دي اما ان هو يكون بيشتغل دايركتلي على السكين زي اللوكال انستيتيك كريم اللي هو الاملا كريم اللي هو نعرف بعد شويه ان هو 50% ليدوكين و50% بريلوكين، وبنستخدمه طبعا سبيشالي في الاطفال علشان نعمل سكين انستيزيا قبل الايه الانترافينوس لاين انسرشن. وطبعا الاكزامبل الثاني اللي هي الاستيرويدز طبعا في حالات ان في اي انفلاميشن او حاجه زي كده، يبقى دي حاجات لوكال. في بعض الادويه اللي بتتاخد بيبقى ليها سيستميك افكت زي على سبيل المثال الفنتانيل باتشز والنيتروديرم باتشز والهايوسين باتشز والاستروجين وكل الكلام ده. يبقى احنا قلنا الميزه ان هي بتباي باس الفيرست باس افكت، الاكزامبل على القصه دي الفنتانيل، الاستروجين، الهايوسين، الاستيرويدز. طبعا الهايوسين ده بيستخدم في حد يعرف؟ الموشن سيكنس. ممتاز، هو انتي ميتك دراج بيستخدم في حالات المينيرز ديزيز او الموشن سيكنس زي ما الدكتوره فاطمه قالت، وهو يعتبر انتي كولينرجيك دراج من عائله الاتروبين والجلايكوبايروليت. الاستيرويد زي ما اتفقنا واللينوكين. الحاجات اللي بتاثر على الترانس ديرمال روت ابزوربشن اولا طبعا زي ما اتفقنا الليبيد سولابيلتي، كل ما كان الدواء ده ليبيد سولابل كل ما كان الابزوربشن بتاعه اسرع. النقطه الثانيه الاريا، السيرفيس اريا اللي انا عامل عليها اللي انا فارد عليها الدواء. النقطه الثالثه الكونسنتريشن، كل ما زاد الكونسنتريشن كل ما زاد الايه الابزوربشن.
النقطة الرابعة والأهم وهي البلاد فلو أو الريجنال بلاد فلو. علشان كده في الحالات اللي هي ماشية على فازو بريسورز أو شقد ما ينفعش طبعا نستخدم فيها الترانس ديرمال روت، لأنه طبعا بيحصل لهم فازو كونستريكشن في الفيسلز بتاعة السكين، وبالتالي مش هيحصل أي أبزوربشن للدواء ده. طبعا الكلام ده بينطبق على الترانس ديرمال، بينطبق على السبكوتينيوس، وبينطبق ايفن على الانتراماسكولار روت. كل الحاجات السيتويشن اللي بتبقى العيان فيها شقد بيتر تو افويد الروتس دي اللي هي زي السبكوتينيوس وزي الايه الترانس ديرمال وزي الانتراماسكولار. ليه؟ لانه طبعا الابزوربشن فيها بيبقى افكتد اب تو ان في بعض السيتويشنز لما بيحصل ري انستتيوشن للهيمودينامكس احيانا بيوصل. طبعا كل الادويه دي بتبقى ستورد في التيشوز وتبقى ريليز فجاه، فممكن يحصل توكسيسيتي. يبقى الليبيد سوليبيليتي، البلاد سبلاي، والكونتاكت سيرفيس اريا، والكونسنتريشن. طبعا الانتراماسكولار روت زي ما اتفقنا انه في ميزه قويه انه الباي افيلابيليتي بتاعته تقريبا 100% زيها زي الانترافينوس روت. النقطه الثانيه، الميزه الثانيه المهمه جدا الباي افيلابيليتي زي ما اتفقنا. النقطه الثانيه ان انا مش محتاج هنا اي في لاين علشان اديها، وبالتالي ممكن استخدمها في بعض السيتويشنز الامرجنسي اللي احيانا بيبقى مهم ان انا ادي الدواء ده بسرعه انتراماسكولار. حد يعرف سيتويشن شبه كده؟ في الانافيلاكسس مثلا. ممتاز. في حالات الانافيلاكسس طبعا الريكومنديشن لو العيان طبعا مش في مش في الـ مش في الـ مش في الانستيزيا روم، او مش موجود في الاو ار مثلا او في الاي سي يو، موجود elsewhere، فطبعا الريكومنديشن ان انا ادي الايه الادرينالين انتراماسكولار. الدوز بتاعته انتراماسكولار كام في الانافيلاكتيك شوك؟ 0.5 ملغ. 0.5 ل 1 ملغ. الدوز بتاعته لو انا عندي اي في لاين الدوز بتاعته كام؟ من 100 ل 100. تمام. من 100 ل 150 مايك انكريمنتال دوزز، بديها طبعا انكريمنتال لحد الايه الريسبونس. تمام. طبعا هنا في حاله ان انا عندي انترافينوس لاين فما فيش اي معنى خالص انك تدي للعيان انتراماسكولار. ما ينفعش ان انا ابقى في الاي سي يو او في الانستيزيا في الاو ار وادي العيان ادرينالين انتراماسكولار. طبعا الكلام ده مش مظبوط، المفروض ان انا بديه انترافينوس. تمام. علشان طبعا يديني الاكشن بسرعه، باعتبار طبعا الادرينالين هو الفسيولوجيكال انتي دوت بتاعه الهيستامين. طبعا دي المزايا. العيوب طبعا اكيد ان هو امبليزنت طبعا اكيد. والنقطه الثانيه طبعا المشكله الاكبر انه طبعا ممكن يعمل هيماتوما وابسس وكلام زي كده. تمام. حد يعرف يعني ايه الكونترا انديكيشنز بتاعه الانترماسكولار انجكشن؟ لوكيشن بتمشي على الانتي كواجوليشن. ممتاز. الانتيكواجيليشن او الانتيبليتلتس. طبعا الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لانه احيانا بقابل القصه دي في الاي سي يو، تلاقي النواب مثلا عيان ماشي في الاي سي يو بتلاقيه بيديله حاجات انتراماسكولار. طبعا الكلام ده كونترا انديكيتد. ليه؟ لان العيان ده غالبا بيبقى ماشي على بروفيلاكتيك انتيكواجيليشن، وبالتالي الانسيدنس اللي يحصل له طبعا هيماتوما بيبقى عالي جدا، فطبعا بيتر تو افويد. طبعا الانتراماسكولار روت زي ما اتفقنا الباي افيلابيليتي بتابروتش ال 100% بيبايباس الفيرست باس افكت، والريت اوف ابزوربشن هنا بيعتمد على الريجنال بيرفيوجن زي ما اتكلمنا من شويه. وطبعا بيبقى سوتبل للهايلي اريتنت دراجز اللي هو دايما بيقول لك ان هي اويل بيزد دراجز، ونوت سوتبل فور انترافينوس ادمنستريشن. طبعا المسلز اللي ليها هاي بيرفيوجن ريشيو اللي هي الدلتويد طبعا والكوادريسبس والجلوتياس مسل. طبعا في الاطفال دايما بيحبوا او الاريا اللي هي البيتر البيست اريا فور انجكشن طبعا هي الايه اللاترال اريا بتاعه الكوادريسبس فيمروس. مشاكلها طبعا اللي هي امبليزنت طبعا والهيماتوما، وطبعا زي ما قلنا في الشوكت بيشنتس طبعا الابزوربشن هيبقى ان ريلايبل او نون ريلايبل. تمام. نيجي بعد كده على الانهيليشنال روت. طبعا الانهيليشنال روت طبعا ده اكيد روت مهم بالنسبه لنا في طبعا الانهيليشنال اناثيتكس وبعض الادويه الثانيه زي البرونكودايليتورز والستيرويدز والكلام ده. في تفصيله مهمه قوي في الانهيليشنال روت اللي هي ايه الادويه اللي بيخلي الدواء ده يشتغل لوكالي على الاير وايز، والحاجات اللي بتخليه يبقى ليه سيستميك سايد افكتس. طبعا انا لما بدي حاجه انهيليشنال اكيد ببقى ايمنج ان انا اشغلها لوكالي على اللنج او الاير وايز، انما ما ببقاش عايز السيستميك افكت طبعا، والا كنت اديت الدواء ده انترافينوس او باني اذر روت. تمام. طبعا هنا زي ما اتفقنا الادويه اللي بتتاخد بالقصه دي غالبا بيبقى ليها لوكال افكت او طبعا سيستميك افكت طبعا في بعض الحالات اذا هنعرف بعد كده السايز. طبعا البارتكل سايز هنا الفاصل هنا كلمه 1 مايكرون
كل ما قل السايز تقدر هنا البارتكلز دي تتحرك far away في الالفيولاي، وونس ان هي وصلت الالفيولاي ممكن تبقى absorbed بسيستميك سيركيوليشن وبالتالي تعمل لي سايد افكتس، زي مثلا الحالات اللي بتاخد ستيرويدز مثلا بيحصل لها كوشينويد سيندروم. وطبعا البيتا ستيمولنت طبعا دي مشهوره جدا، ايه السايد افكتس بتاعت البيتا ستيمولنت يا جماعه؟ تاكي كارديا. ممتاز، التاكي كارديا. وايه تاني؟ هايبوكاليميا. والهايبوكاليميا تمام، مشهوره جدا على فكره الهايبوكاليميا دي في العينين، خصوصا العينين السي او بي دي تمام، اللي هو ماشي على الحاجات دي فور لونج تايم. طبعا الحاجات اللي اقل من 1 مايكرون طبعا بتشتغل لوكالي على اللي هي اكتر من 1 مايكرون طبعا بتبرسبتات في الاير ويز وبتشتغل بس في الاير ويز، لكن الحاجات اللي بتوصل للالفيولاي بتبقى طبعا ابزوربت بالرود ده، بتبقى ابزوربت طبعا سيستميكلي وبتعمل لي سايد افكتس. حد يعرف يقول لي كده ايه الاكزامبلز على الادويه اللي بتتاخد بالانهيليشن الروت؟ ممكن الانستاتيك، الانستاتكس، الانهيليشن الانستاتكس تمام. ايه تاني؟ برونكو دايليتورز. البرونكو دايليتورز زي البيتا ستيمولنت والانتي كولينرجكس زي الابراتروبيوم، وطبعا في الحاجات بقى الاستيرويد انهيلرز ومش عارف ايه والكلام ده. ايه تاني؟ النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ممتاز. والنيتريك اوكسايد ده بيستخدم في ايه دكتوره فاطمه؟ البالموناري هايبرتنشن كرايسس تمام، في حالات البالموناري هايبرتنشن. وايه تاني؟ ممكن في الاي ار دي اس بقى الحالات ممتاز. اللي هي ممتاز ممتاز الترشح في حالات الاي ار دي اس، طبعا ما عليهاش ايفيدنس قوي، انما هي بتحسن الاكسجينيشن عن طريق ان هي بتشفت الايه، انا عندي هنا طبعا الاي ار دي اس بيبقى عندي هنا الفيلس كده كولابسد تمام بالمنظر ده، ورايح لها بلاد، والفيلس ثانيه رايح لها بلاد برضو مفتوحه، فانا عايز الدم ده يروح هنا، فبعمل ايه؟ بدي النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد طبعا بيروح للالفيلس اللي هي فنتليتد، وبالتالي بيعمل هنا فازو دايلاتيشن، فبيشفت البلاد من الايه، من الاريا اللي هي كولابسد ليها، فبالتالي بيقلل الايه الشانتنج تمام، وبالتالي بيحسن الهايبوكسيا. لكن هم لقوا ان ده ملوش اي افكت على الاوتكم. الانتيبايوتكس ممتاز جدا، الانتيبايوتكس زي الكولاستين والاميكاسين تمام. ايه تاني؟ في حاجه كده اللي هو الهيبارين، الهيبارين احيانا بيدوه انهاليشنال في حالات ايه يا جماعه؟ حد يعرف؟ برضه في حالات اللي هي الاي ار دي اس تمام، ممكن الالفيولار هيمرج ساعات بيدوا برضه الالفيولار هيمرج، لا بيدوا كابرون ترانزاميك اسيد كده تمام تمام يعني. بالظبط بالظبط فعلا. الهيبارين اشهر استخدام ليه في حالات البيرن او الانهيليشنال انجي تمام. اللجنوكين طبعا استخدام اللجنوكين كانهيلر دي يعني قصه صراحه مش يعني not effective at all يعني تمام. طبعا احنا احيانا بندي ترانس تراكيال مش انهاليشنال، لكن الانهاليشن بيبقى not very effective يعني. يبقى احنا هنا كنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ كنا بنتكلم على الابزوربشن، وكنا بنتكلم على الروتس اوف ادمنستريشن تمام. هوريكم كده صوره عامه، كنا بنتكلم هنا على الفارماكوكايناتكس، اتكلمنا على الابزوربشن، اتكلمنا على الروتس اوف ادمنستريشن والبايو افيلابيليتي والفاكتورز اللي بتافكت والفيرست باس افكت والهيباتيك اكستراكشن، وخدنا اكزامبلز اللي هي ترانس ديرمال والانتراماسكولار والانهيليشنال روت. نيجي نتكلم بعد كده على الديستريبيوشن. بعد ما الدواء بيوصل للبلازما بيبدا يبقى ديستريبيوتد للتيشوز. طبعا الديستريبيوشن هنا مهم جدا ان نعرف الفاكتورز اللي بتافكت في هنا، هم اربع حاجات كل حاجتين شبه بعض، الليبيد سوليبيليتي والبولاريتي دول شبه بعض، والبروتين بايندينج والموليكولر سايز دول الاثنين شبه بعض، والبرفيوجن طبعا. يبقى الليبيد سوليبيليتي والبولاريتي طبعا كل ما كان الدواء ليبيد سوليبل كل ما كان يقدر يديستريبيوت اكتر للتيشوز، وطبعا الادويه اللي ليها هاي ليبيد سوليبيليتي دايما الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعها بيبقى عالي. البولاريتي طبعا الادويه اللي هي البولر دراجز طبعا الديستريبيوشن بتاعها بيبقى اقل وبتبقى كونفايند للبلازما. البروتين بايندينج طبعا الادويه اللي هي ليها بروتين بايندينج عالي طبعا الديستريبيوشن بتاعها بيبقى اقل، لانها طبعا بتبقى ككتله كده مع بعضها بتبقى ليها هاي موليكولر ويت، وطبعا الاكزامبل على القصه دي الماريفان. والموليكولر سايز الحاجات اللي ليها موليكولر سايز عالي زي على سبيل المثال الكولويدز الالبومين تمام، وطبعا البرفيوجن الادويه الاماكن اللي ليها هاي برفيوجن بيوصل لها دراجز اكتر والعكس بالعكس تمام.
طيب طبعا هنا لو جينا نتكلم على القصه دي هنا مثلا على سبيل المثال من ضمن الاكزامبل بالنسبه للبولاريتي او الادويه البولار، حد يعرف اكزامبل للقصه دي؟ يعني اللوكال انستاتكس اللوكال انستاتكس. لا عشان توصل للبي كي اي. لا مش صح، ده هي اصلا اللوكال انستاتكس هي ترى الكالسيوم. لا برضو مش صح، اللي هي النيورو ماسكولار بلوكرز. تمام، النيورو ماسكولار بلوكرز دي بولر دراجز، ووتر سولوبل دراجز، علشان كده الادويه دي ما بتقدرش تكروس البلابرين بارير. اتكلمنا على القصه دي على فكره في النيورو، قلنا النيورو ماسكولار بلوكرز ما بتقدرش تعدي من البلابرين بارير لان هي بولر دراجز. تمام، طبعا هنا البولاريتي برضو بتتاثر زي ما اتفقنا على الديستريبيوشن، ما بتقدرش ان هي ديستريبيوت للتيشوز اللي هي الليبيد تيشوز او الفاتي تيشوز. تمام، ولذلك هنا برضو النقطه دي مهمه جدا جدا يا جماعه، الدوزنجز بولر بيساوي ايونايزد. طبعا اكيد دكتور احمد، بولر يعني ايونايزد. تمام، انتوا عارفين في حاجه اسمها لين بودي ويت وفي حاجه اسمها الاكتوال بودي ويت. القصه دي دايما بيسالوا فيها في العيانين الموربيدلي اوبيز. تمام، اللين بودي ويت و الاكتوال بودي ويت. طبعا العيانين الموربيدلي اوبيز بيبقى طبعا نسبه الفات فيهم عاليه جدا. تمام، وبالتالي هنا بيظهر السؤال، لو انت عندك عيان 200 كيلو مثلا، تمام، هتحسب جرعه الادويه على ايه؟ على ال 200 كيلو دي ولا على حاجه تانية؟ هنا بيقسموها الى حاجات اللي هي الووتر سولوبل دراجز والحاجات الليبت سولوبل دراجز. الادويه اللي ووتر سولوبل، تمام، بيحسبوا الدوز بتاعتها على اللين بودي ويت، دي بتتحسب بمعادله كانه هو بيشيل الفات من الايه، من المعادله دي. تمام، الامبير الليبت سولوبل دي بيحسبوها على الاكتوال بودي ويت لان هي ليبت سولوبل وبالتالي بتديفيوز لكل التيشوز. طبعا الاكزامبل على القصه دي ايه؟ النيورو ماسكولار بلوكرز والاي في اناستاتكس. يبقى الادويه الاي في اناستاتكس هحسبها على ايه؟ على الاكتوال بودي ويت لان هي ليبت سولوبل. انما المصر الاكسنس اللي هي الووتر سولوبل اللي هي مش بتديفيوز اصلا للفات اللي هو مثل وزن كبير جدا من وزن العين ده، فبتتحسب على اللين بودي ويت. الكلام ده واضح يا جماعه ولا القصه دي مهمه قوي في الام سي كيو وبرده في الشفوي يعني؟ الكلام ده واضح يا جماعه؟ تمام. طيب نيجي على الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي احنا اتكلمنا في حاجات دلوقتي، فاكتورز بتاثر على الديستريبيوشن وبالتالي هتاثر لي على الفوليوم اوف ديستريبيوشن. كل ما الدواء ده الديستريبيوشن بتاعه زاد كل ما الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه زاد. تمام، يبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو الابيرنت فوليوم انتو ويتش ذا دراج ديسبيرسز. طبعا ده ثيوريتيكال فوليوم، يعني هو ده مش موجود في الحقيقه يعني، لكن هو حاجه ثيوريتيكال. تمام، بتعبر عن الديستريبيوشن بتاعه الدواء. هو does not correspond physiological or anatomical volume we cannot be measured clinically. الادويه طبعا الهايلي ليبت سولوبل بتسيب البلازما على طول بسرعه وتروح للتيشوز، وبالتالي هنا بتعمل لي هاي ليبتس او هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن. طبعا الفوليوم اوف ديستريبيوشن دي بتتحسب ازاي؟ ان انا بقول هنا الدوز على البلازما كونسنتريشن. تمام، يبقى انا هنا هحط هدي هنا الدوز اللي انا مديها وهشوف البلازما كونسنتريشن طلع قد ايه، هيديني هنا الايه الفوليوم اوف ديستريبيوشن. تمام، فورمولا تو كالكوليت لين بودي ويت دي معادله طويله يا دكتور باسم انا مش حافظها، فيها يعني اقصد انا بكالكوليت صراحه لما بحتاجها بخش على الكالكوليتر، فيها بوينتات كتيره وجذر وتربيع وحاجات زي كده يعني. تمام، الدوز على البلازما كونسنتريشن. حلو، طيب هنا لو انا اعتبرت ان دي البلازما يا جماعه، تمام، وهنا عندي التيشوز بالمنظر ده. طبعا هنا لو الدواء ده ما بيتحركش من البلازما اطلاقا، تمام، لو انا حسبت الفوليوم اوف ديستريبيوشن تفتكروا هيساوي قد ايه؟ لو الدواء كونفايند للبلازما يبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه بيساوي البلازما فوليوم. البلازما فوليوم، تمام،
هنا اللي بيحصل ايه بقى؟ لو الدواء ده هايلي ليبيد سولوبل اللي بيحصل ايه؟ اول ما بيروح للتيشوز زي البرين مثلا بيروح سايب البلاد خالص تمام؟ ويروح في التيشوز دي بالمنظر ده كده. فتيجي تحسب هنا انت الديد دوز وهتشوف الكونسنتريشن بتاع البلازما هتلاقيه فيري لو تمام؟ لو انت حسبت الدوز على البلازما كونسنتريشن اللي هو الفيري لو ده هيديني فوليوم اوف ديستريبيوشن شكله عامل ازاي؟ هاير ها؟ هاير فوليوم اوف ديستريبيوشن هيدي فوليوم عالي جدا تمام؟ هيدي فوليوم اوف ديستريبيوشن عالي جدا تمام؟ القصة دي ببساطة يا جماعة أنا مش عارف أنتوا حد محتاج مني أشرح تفاصيل أكتر ولا أوكي؟ طيب أنا هشرح بس حاجة صغيرة قوي كده إن أنت لو جبت مثلا دواء كده حطيته أو نقطة من الإيه من الدواء كده حطيتها في وعاء هنا كده بالمنظر ده خلاص؟ وإداني طبعا لما بتحطه بيديني كونسنتريشن يعني أنا إديت مثلا سي مثلا إديت 1 جرام مثلا وبعد كده لقيت الكونسنتريشن هنا 1 مللي جرام بير مثلا مللي لتر تمام. يبقى انا هنا علشان اعرف الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو هيبقى هنا حجم الايه الازازه دي هيساوي ايه؟ هيساوي ال1 جرام على ال1 مللي جرام. طبعا هنا انا ايه هحسبها ازاي بقى؟ هحسبها هقسم على 1000 0.001 تمام اللي هي جرام بير مليليتر تمام. هيطلع لي هنا رقم تمام هيطلع لي رقم هنا لو انتوا واخدين بالكم الجرام هيروح مع الجرام والمليليتر هتطلع لفوق هيديني فوليوم هنا حلو. طيب لو انا الفوليوم ده زودته اللي هو السولفنت زودته وحطيت نفس الجرعة دي الكونسنتريشن هنا هيحصل فيه ايه؟ هيقل. تمام؟ ولما يقل يزود لي الفوليوم اوف ديستريبيوشن. لو انا مش عارف الفوليوم اوف ديستريبيوشن قد ايه وانا زودته اللي هيحصل ايه لما زوده وانا مدي نفس الجرعة هلاقي الكونسنتريشن هنا قل. تمام؟ فلما يقل يزود لي الفوليوم اوف ديستريبيوشن. هو ده اللي بيحصل. طبعا ده يعني سمبليفيكيشن اللي بيحصل في الجسم يعني تمام. يبقى لو هو ما سابش البلازما هيبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن بيساوي البلازما فوليوم. طب لو راح للتيشوز البلازما كونسنتريشن هيقل جدا. لما يقل جدا هيزود لي الفوليوم اوف ديستريبيوشن كتير جدا. عشان كده بعض الادويه بتلاقي الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعها 100 لتر. هو الجسم ما فيهوش 100 لتر لكن هي اللي حصل ايه؟ ان التيشوز اللي هي الفاتي تيشوز الافينيتي بتاعتها للدواء عاليه تمام. فاول ما الدواء بيعدي من جنبها بيدوب فيها تمام فبيسيب البلازما فيخلي البلازما كونسنتريشن قليل تمام. طب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده ان انا في الاخر عايز اوصل التارجت بتاعي ايه؟ ان انا اوصل لي بلازما كونسنتريشن معين. فاهمين يا جماعه؟ علشان احقق الايه الثيرابيوتيك ليفل. وبالتالي الادويه اللي ليها هاي ديستريبيوشن يبقى انا محتاج ادي دوز عاليه علشان امنتين البلازما كونسنتريشن. حد فاهم حاجه يا جماعه ولا لا؟ حد فاهم انا عايز اقول ايه ولا لا؟ يعني ممكن تاني؟ تمام. الفكره هنا يا جماعه ان انا احنا ليه مهتمين بان احنا نعرف الفوليوم اوف ديستريبيوشن. هنعرف دلوقتي ان احنا ممكن بنحتاج ان احنا نحسب الدوز وعندي هنا كونسنتريشن تمام. انا هنا عايز اتارجت ايه تمام؟ يعني سي هنا انا عايز اوصل لكونسنتريشن معين خلاص والدواء معروف خلاص هو اكسبيرمنتد خلاص اتعمل عليه اكسبيرمنتس وعرفنا الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه نورمالي كام تمام. فانا عايز احقق كونسنتريشن في البلازما. الكونسنتريشن هو ايه؟ هو الثيرابيوتيك كونسنتريشن. مش انا محتاج البلازما ليفل في ليفل معين علشان يبقى في الثيرابيوتيك ليفل تمام. طيب انا محتاج جرعه قد ايه من الدواء علشان اخلي الايه الدواء الكونسنتريشن بتاعه في الثيرابيوتيك ليفل؟ ده بيعتمد على الفوليوم اوف ديستريبيوشن. عشان كده الدوز بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في الكونسنتريشن في التارجت كونسنتريشن.
وبالتالي هنا كل ما الدواء ده كان بيديستريبيوت للتيجوز اكتر يبقى انا محتاج هنا ادي دوز ايه كبيره علشان اوصل لكونسنتريشن معين. حد فاهم حاجه ولا لا؟ تمام دكتور، الكلام واضح يا جماعه ولا لا؟ انا بحاول اجيب لكم الموضوع من كذا اتجاه عشان يوضح يعني. خلاص انا عارف الحته دي يعتبر من ارخم الحتت يعني في الفارما كلها، حته الفوليوم اوف ديستريبيوشن دي، لكن هي بسيطه جدا يعني، انا بحاول ابسطها بس يعني ايه يعني حبين بعد كده في الكومبارتمنت هنتكلم عليها كمان شويه. النقطه الثانيه طبعا البروتين باوند دراجز دي ليها لو فوليوم اوف ديستريبيوشن. ليه لو فوليوم؟ لان هي كونفايند للايه للبلازما، تمام، وبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعها قليل. خلاص النقطة اللي بعد كده اللي هي الفوليوم اوف ديستريبيوشن بيساوي الدوز على البلازما كونسنتريشن، تمام؟ هنا طبعا القصة دي مهمة في ايه؟ مهمة ان هو احيانا بيطلب منك انك تحسب اللودنج دوز، تمام؟ من المعادلة دي قلنا ان اللودنج دوز بيساوي كام؟ الدوز بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في التارجت بلازما كونسنتريشن. وبالتالي لازم اكون عارف الحاجتين دول، الثيرابيوتيك البلازما كونسنتريشن والفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدواء. وبالتالي عندي مثلا على سبيل المثال البروبوفول مثلا، يبقى انا لازم اعرف التارجت ايه، الثيرابيوتيك رينج بتاع البروبوفول كام والفوليوم اوف ديستريبيوشن كام، وبالتالي اقدر احسب هنا اللودنج دوز، تمام. طيب نيجي بعد كده على الميتابوليزم. الميتابوليزم طبعا بيمر غالبا او الهدف منه ان انا بعمل ان اكتيفيشن للدواء، لكن في بعض الادويه الميتابوليزم احيانا بيعمل لها اكتيفيشن، ودي الادويه بيسموها البرو دراجز، والاكزامبل ليها الانالابريل والدايمورف. يبقى البرو دراج هو دواء ملوش اي انترنسك اكتيفيتي لكنه اندر ميتابوليزم، يبقى يتحول الى اكتيف ميتابولايتس زي الانالابريل والدايمورفين. الدايمورفين ده بيتحول الى المورفين، وحد يعرف الدايمورفين ده اللي هو ايه؟ حد يعرف الدايمورفين هو ايه؟ والهيروين، تمام. الدواء ده بالمناسبه انا عارف ان احنا معظمنا ما عندناش خبره كبيره فيه، لكن عايز اقول لكم ان الدواء ده بيستخدموه كتير قوي هناك يعني، لما كنت في انجلترا بيستخدموا الدايمورفين ده اساسي يعني، خصوصا في الريجونال في النيورو اكزيل يعني في السباينال، بيدوا دايمورفين اكتر من الفنتانيل. احنا بنستخدم الفنتانيل اساسا، هما بيستخدموا الدايمورفين قليل جدا لما بيستخدموا الفنتانيل يعني، طبعا لان هو الدايمورفين الاكشن بتاعه طبعا اكتر او اطول من الفنتانيل يعني، بيقعد تقريبا من 12 ل 18 ساعه. طبعا هنا الميتابوليزم بيمر بمرحلتين اللي هي فيز 1 وفيز 2. الفيز 1 دي اللي هي بيسموها نون سينثيتك، الهدف منها ان انا بحاول ان انا اعمل ان اكتيفيشن للدواء عن طريق الاوكسيديشن او الريدكشن او الهيدروليسيس. والفيز 2 اللي هي بيسموها سينثيتك اللي بيحصل فيها كونجوجيشن، الهدف من المرحله دي ان انا بزود السوليبيليتي او الووتر سوليبيليتي بتاعه الايه الميتابولايتس دي عشان اقدر ان انا اعمل لها اكسكريشن فيما بعد. فيز 1 زي ما اتفقنا اللي هي الاوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس، دي اللي بتتعمل بي سيتوكروم بي 450. وانس ان انا قلت بي 450 لازم على طول هيجي بعد كده السؤال بتاع الانزيم انديوسرز والانزيم انهبيتورز، والكونجوجيشن زي ما اتفقنا اللي هي بتزود الووتر سوليبيليتي. الفيز 1 رياكشن طبعا كاتالايزد زي ما اتفقنا بالبي 450 في الليفر. الاكسبشنز طبعا في بعض الحاجات الكلام ده يعني حشو كده بس يعني ايه من باب يعني ذكر الاشياء. طبعا الكاتيكولامينز بتتكسر بالمونامين اوكسيديز، الالكهول بالالكهول دي هيدروجينيز، الاسترز بتكسر البلازما الاسترز بتتكسر بالبلازما استريزز. وايه الادويه اللي بتتكسر بالبلازما استريزز؟ الكولين بيشيلوا كولين ساكسونايل كولين، ايه تاني؟ ورامي فانتانيل. الرامي فانتانيل ممتاز، ايه تاني؟ ميفاكيوريم ممتاز، انا كنت شاكك ان حد هيقول الميفاكيوريم. ايه تاني؟ ازمولول ممتاز، والاتراكيوريم. الاتراكيوريم وسيس اتراكيوريم بيتكسروا، صحيح جزء منهم بيتكسر بالهوفمان ديجريديشن لكن في جزء كمان بيتكسر بالاستر هيدروليسيس.
طبعا الجي تي ان بيتكسر في الجاستريك ميوكوزا والانجوتنسن بيتكسر بالانجوتنسن كونفرتنج انزيم. نيجي بعد كده على الفيس 2 زي ما اتفقنا اللي هي بتزود الووتر سوليبيليتي علشان تنهانس الاكسكريشن، بيحصل فيها جلوكينونيديشن سلفيشن استايليش، كل الكلام ده يعني ايه بس كده كلام عام. يعني الاكسكريشن طبعا اكيد كلنا عارفين ان اهم تو ساينز تو سايتس للاكسكريشن طبعا هم اليورين والبايل، لكن في طبعا البايل غالبا الحاجات اللي هي الهاي موليكولر ويت، لكن الكيدنيز الحاجات اللو موليكولر ويت اللي هي نون ايونايزد الكلام ده بتقدر ان هي كروس الجلوميرولار كابيلرز وتبقى اكسكريتد رينالي، غير كده بتبقى اكسكريتد في البايل. في اذر سايتس زي الميلك والسوات والاكسهاليشن، تمام، كل دي حاجات برضو سايتس اوف اكسكريشن. الرينال والهيباتيك اكسكريشن، الطرق اللي بيحصل فيها اكسكريشن رينالي اما عن طريق الفلتريشن، ودي لازم تكون لابت سولوبل وسمول مولكيولز، او بالاكتف ترانسبورت وده بيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، او وطبعا كلمه اكتف ترانسبورت معناها ان هي محتاجه انرجي واجينست الكونسنتريشن جريدينت. الديفيوجن بيحصل في الديستال كونفوليوتد تيوبيول، وطبعا الرينال اكسكريشن هنا بيتاثر باليورينري بي اتش، طبعا ده بيعتمد هل الدواء ده اسيدك ولا الكلاين. الادويه طبعا الاسيدك الالكلينايزيشن بيعمل لها ايونايزيشن هنا، بتبقى ايونايزد هنا في اليورين، وبالتالي الري ابزوربشن بتاعها بيبقى غير متاح، وبالتالي الاكسكريشن بيبقى اكتر. ايه الادويه اللي احنا بنعمل الكلينايزيشن لليورين علشان نزود الاكسكريشن بتاعها؟ الكونتراست مثلا. لا دي سهله يا جماعه جدا. باراسيتامول التوكسيستي. الباراسيتامول اخوه. لا مش الباراسيتامول. الايه؟ اسيتامينوفين. ما هو الاسيتامينوفين هو الـ هو الـ هو الباراسيتامول. ساليسيليت يا جماعه، ساليسيليت توكسيسيتي والترايسايكليك انتي ديبريسنس، تمام. دول الدوائين اللي بنحمل الكلونيزيشن اليورين علشان نزود الاكسكريشن بتاعه. طيب الحاجات طبعا الهاي موليكولر ويت، معلش دي هيباتيك انا اسف يعني هنا بس العنوان، تمام. الحاجات الهاي موليكولر ويت طبعا بتبقى اكسكريتد في البايل اجينست الكونسنتريشن جريدينت بالاكتيف ترانسبورت. الدوز موديفيكيشن في الرينال ديزيزز، طبعا هنا زي ما احنا عارفين طبعا انه العين الرينال الاكسكريشن بتاع الدواء بيقل، وبالتالي الهاف لايف بتاعته بتزيد او الاليمينيشن هاف لايف بتاعته بتزيد، وبالتالي هنا طبعا القصه هنا بتتقسم لحاجتين، ان انا عندي حاجه اسمها لودنج دوز والمينتنس، تمام. اللودنج دوز هنا زي ما اتفقنا ان هي بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في البلازما كونسنتريشن، تمام. يبقى انا هنا القصه هنا ملهاش اي علاقه بالاليمينيشن بتاع الدواء خلاص، لكنها ليها علاقه بالفوليوم اوف ديستريبيوشن والبلازما كونسنتريشن. طيب انا عايز اتارجت هنا بلازما كونسنتريشن معين اللي هو جوه الثيرابيوتيك رينج، والفوليوم اوف ديستريبيوشن هنا في العين الرينال اما ان هو بيكون نورمال واما ان هو يكون اليفيتد، علشان كده اللودنج دوز غالبا في العينين الرينال بتبقى ذا سيم، ما بنقللهاش، او في بعض الحالات ايفن بنزود الدوز دي، تمام، نتيجه الزياده في الفوليوم اوف ديستريبيوشن، تمام. المينتنس، تمام، ده بيساوي هنعرف بعد شويه ان هو بيساوي الكليرنس في البلازما كونسنتريشن، تمام. طيب ما الكليرنس هنا بيقل نتيجه الرينال فيلير، يبقى انا لازم اقلل المينتنس دوز. طبعا بقلل المينتنس دوز بطريقتين، اما ان انا اقلل الدوز نفسها وان انا اقلل الفريكونسي. الكلام ده واضح يا جماعه ولا في مشكله؟ واضح؟ واضح تمام. ممكن تاني الدكتور باسل؟ اللي هي اللودنج، اللودنج دوز، اللودنج دوز اتفقنا ان هي بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في البلازما كونسنتريشن. طيب في العين الرينال ايه اللي بيتغير؟ البلازما كونسنتريشن ده التارجت اللي انت عايز تحققه، تمام، والفوليوم اوف ديستريبيوشن ده الفوليوم اللي هيدستريبيوت فيه الدواء خلاص. طيب في العين الرينال فيلير، ما هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه غالبا بيبقى عالي، العين ده بيبقى هايبر فوليميك، تمام، وبالتالي احيانا في بعض الاوقات بحتاج ان انا ازود الدوز علشان اتارجت نفس الكونسنتريشن. واضحه؟
يعني انا لو عايز اتارجت نفس الكونسنتريشن بس الفوليوم اوف ديستريبيوشن زايد يبقى لازم ازود الدوز صح ولا لا؟ هو تمام. طب لو عام بيغسل ونورمو فوليميك او يو فوليميك يبقى انا يعني اتليست هديله نفس اللودينج دوز. واضحه؟ طيب المينتنس بقى اللي هي الجرعات بقى اللي هديها بعد اللودينج، المينتنس دوز بتساوي الكليرنس، هنتكلم على القصه دي كمان شويه، الكليرنس في البلازما كونسنتريشن. طيب الكليرنس في العين الرينال بيقل لكن البلازما كونسنتريشن ده اللي انت بالتارجت، فالكليرنس قل يبقى انا محتاج اقلل المينتنس دوز. اقللها ازاي؟ اما ان انا اقلل الجرعه او اقلل الفريكوانسي، يعني اقلل الجرعه اللي هديها او اقلل الفريكوانسي، بدل ما بديها مثلا كل 8 ساعات هديها مره كل 24 مثلا، يعني بدل ما بدي 500 ملي جرام هدي 250 ملي جرام مثلا، خلاص، او الاثنين مع بعض. طبعا اكيد كلنا اشتغلنا في الاي سي يو عارفين الحاجات دي، مثلا في الانتيبيوتكس بالذات. يبقى الانيشال دوز عاده بتبقى انكريزد نتيجه الزياده في الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الفريكوانسي او المينتنس دوز بنقلل الدراجز طبعا اللي هي ليها رينال اكسكريشن، طبعا مش كل الادويه ليها رينال اكسكريشن، وبالتالي الدوزج بتاعتها وبقلل الدوز والفريكوانسي او الدوز او الفريكوانسي ان كان. تمام. حد يعرف ادويه ملهاش رينال اكسكريشن بنستخدمها في الاي سي يو؟ انتي بايوتكس مثلا ملهاش رينال ادجستمنت؟ سيفتراكزون ملوش رينال ادجستمنت. سيفتراكزون، تمام. ايه تاني؟ لينازوليد و حاجه اسمها تايكاسل او تايكاسايكلين. لينازوليد طبعا زي ما احنا عارفين هو بديل مين؟ الفانكومايسن. ممتاز. اللينازوليد ده اللي هو الزايفوكس اللي هو بديل الفانكومايسن، بنستخدمه في الحالات اللي هي عندها اكيوت كيدني انجري، علشان طبعا الحالات اللي احنا لو احنا سسبكتنج الام ار اس اي. تمام. التايجاسيل او التيجاسايكلين ده من ضمن البرود سبيكتروم انتيبايوتكس اللي هو بيغطي الجرام نيجاتيف والانيروبس وليه كفرج برضو على المرسا، بنستخدمه اساسا في السوفت تيشو انفكشن وحالات الكولانجايتس والكلام ده. التايجاسايكلين ما بيغطيش السودومونس، تمام، برضو دي حاجه مهمه يعني. طيب هنا طبعا الكلام ده كلام فاضي اللي هي ريديوس دوز دي. تمام. نيجي على الكومبارتمنت مودلز، دي فيها شرح الكلام اللي انا قلته من شويه. الوان كومبارتمنت موديل معناها ان انا بدي الدواء، تمام، بعتبر ان الجسم ده كله وان يونت، وان الدواء بيديفيوز ايفنلي بين كل التيشوز مع بعضها، وبالتالي الدواء هنا انا بديه بيخش لي السنترال كومبارتمنت ثم يبقى اليمينيتد من السنترال كومبارتمنت. التو كومبارتمنتس هنا بيقسمها لجزئين، لا هو بيقول لك انت بتدي الدواء في البلازما ثم الدواء ده بيروح للتيشوز، عشان يحصل اكسكريشن للدواء ده لازم بيحصل من البلازما، تمام، فبالتالي الدواء بيرجع تاني للبلازما عشان يبقى اكسكريتد. الثري كومبارتمنت بقى بيضيف حاجه تانية او بيقسم البريفرال كومبارتمنتس لهايلي برفيوزد اورجنز وبورلي برفيوزد اورجنز، انه بيقول لك والله انت لما بتدي الدواء في البلد ما بيروحش ايفنلي بين كل التيشوز، ده بيروح للتيشوز الهايلي برفيوزد في الاول ثم المودريتلي ثم البورلي برفيوزد. الهايلي برفيوزد زي البرين وزي الكيدني وزي الليفر والثايرويد، تمام، الحاجات اللي هي المودريت زي الماسلز والحاجات اللو زي السكن مثلا والفات تيشو، تمام. وطبعا علشان الدواء برضو يبقى اكسكريتد لازم الدواء ده يرجع تاني للبلازما ويبقى اكسكريتد من السنترال كومبارتمنت. ده هو ده الوان كومبارتمنت اللي انا كنت عمال بشرح فيه، ان هو بيعتبر الجسم عامل كانه جردل كده، انا حطيت فيه كميه دواء معينه والدواء ده عمل لي كونسنتريشن هنا، تمام. يبقى انا هنا لو قلت ان انا عندي، لو انا عارف الفوليوم بتاع الجردل ده وعارف الدوز اللي انا اديتها هقدر احسب الكونسنتريشن. طب لو انا مش عارف الفوليوم واديت الدوز وحسبت الكونسنتريشن اقدر اعرف الفوليوم؟ طب العكس، لو انا عارف الفوليوم، عارف الفوليوم بتاع الجردل ده وعايز اتارجت كونسنتريشن معين يبقى انا ممكن احسب الدوز. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ يبقى انا الحسبه بتاعه اللودنج دوز والكلام ده دي بيعتبر الجسم على انه وان كومبارتمنت، تمام. حد لقط حاجه ولا لا؟ لا
تمام تمام. ال one compartment بي assume that a drug is administered is equally distributed in the body, وده طبعا clinically inapplicable, وزي ما قلنا ال volume of distribution بيساوي ال dose على ال plasma concentration at time zero. تمام. نيجي على ال one compartment model. هنا طبعا يعني في بقى قصة ال exponential مش هنتكلم في التفاصيل دي مش مهمة. نيجي على الكليرنس والإليمينيشن. كليرنس معناها انه الاماونت اوف بلازما كليرد من الدراج. خلي بالكم الكليرنس هنا ما بيتكلمش على الدواء, بيتكلم على البلازما. يبقى الاماونت اوف بلازما اللي كليرد من الدراج بير يونت تايم, وبالتالي التعريف بتاعها بيبقى ايه, ملي لتر اوف بلازما بير مينت. الإليمينيشن ريت بقى بيساوي الكليرنس اللي هو كميه البلازما اللي كليرد بير يونت تايم في البلازما كونسنتريشن. تمام. ده هنا يديني الريت اوف اليمينيشن, والريت اوف اليمينيشن ده هو بيساوي الريت اوف انفيوجن. يبقى انا لو اديت لودنج دوز عشان اتارجت كونسنتريشن معين وعايز امنتين الكونسنتريشن ده ثابت, طبعا بيحصل كليرنس للدواء او اليمينيشن للدواء. تمام. فانا عايز امنتين الكونسنتريشن ده ثابت, يبقى لازم اعوض الجزء الاليمينيتد. يبقى الريت اوف انفيوجن بيساوي الريت اوف اليمينيشن. الهدف ايه؟ ان انا منتين البلازما كونسنتريشن ثابت. طب الريت اوف اليمينيشن بيساوي ايه؟ بيساوي الكليرنس في البلازما كونسنتريشن. برضو دي المعادله اللي بنستخدمها علشان نحسب بيها الانفيوجن دوز. فهو ممكن يقول لك ان انت عايز تدي مثلا عيان توتال انترافينس انستيزيا, احسب لي اللودنج دوز والانفيوجن ريت بتاع البتاع ده بتاع البروبوفول مثلا على سبيل المثال عشان نمنتين الكونسنتريشن مثلا كذا. تمام. طيب الإليمينيشن هاف لايف معناها ان هو الهاف لايف او التايم اللي تيكن بني البلازما كونسنتريشن عشان يقل بنسبة 50% من الانيشال فاليو. فانا هنا عندي ادي واحد, هشوف هنا النص, يبقى كونسنتريشن قلل النص. طبعا ده هنا عندي اكس اكسس واي اكسس. تمام. الاكس اكسس ده اللي هو التايم, الواي اكسس اللي هو بيمثل لي البلازما كونسنتريشن. قلل النص, هاجي هنا هنزل عند التايم, يبقى ده اسمه الهاف لايف. تمام خلاص. يبقى انا عندي عند النقطه دي هيجي ايه, هيبقى الكونسنتريشن 50%. طب لو انا عملت هاف لايف ثانيه يبقى نص النص, النص هيبقى ربع. طب خدت هاف لايف ثانيه يبقى نص الربع تم. طب هاف لايف ثانيه هيبقى 1/16. تمام. هنا بيقول لك ان بعد 4 هاف لايفز, تمام, الكونسنتريشن بيقل بنسبه 93.7, وبعد 5 طبعا لو حسبناها كده هتطلع كده يعني. تمام. و5 هاف لايفز تطلع لي 96.8 من الاوريجينال كونسنتريشن. تمام. طيب نيجي على حاجه اسمها الهاف لايف والتايم كونستنت. الهاف لايف والتايم كونستنت, طبعا التايم كونستنت هو بيقول لك انه لو الانيشال ريت, طبعا هنا طبعا اللي بيحصل هنا ان بيبقى حاجه اسمها الاكسبوننشال ديكاي, انه الكونسنتريشن هنا بيقل بالتدريج بالمنظر ده. تمام. لكن التايم كونستنت بيقول لك انه الوقت اللي بياخده الكونسنتريشن بتاع البلازما عشان يوصل للزيرو في حاله انه الانيشال ريت اوف ديكريز او الانيشال ريت اوف اليمينيشن كمل لحد الاخر. هنا ده اسمه التايم كونستنت, والتايم كونستنت ده بيديني هنا كونسنتريشن. لو انا طلعت كده ده خط تخيلي. تمام. لو انا طلعت اللي قبله هنا على الكيرف هيطلع تقريبا 36.8 او 37 تقريبا في المية. الدوز كالكوليشن, اللودنج دوز بتساوي البلازما كونسنتريشن في الفوليوم اوف ديستريبيوشن. تمام. الريت اوف اليمينيشن بيساوي الريت اوف انفيوجن, لسه قايلينها. الريت اوف انفيوجن بيساوي الكليرنس في البلازما كونسنتريشن. لو انا العيان ما اديتلوش لودنج دوز وماشي كده اللي هو الريت اوف انفيوجن ده اللي هو الكليرنس في البلازما كونسنتريشن, هحتاج 5 هاف لايفز علشان اوصل للستيدي ستيت. تمام. او 3 تايم كونستنتس. هنا بقى التو كومبارتمنتس والثري كومبارتمنتس, زي ما اتفقنا ان انا هنا على عكس الوان كومبارتمنت موديول او موديل, هنا هو بيقسم الجسم لكذا كومبارتمنت, وهو ده اللي موجود كلينيكالي. ان انت لما بتدي على سبيل المثال اللي هو الثلاثه كومبارتمنتس, بتدي الدواء في السنترال كومبارتمنت, بيروح للهايلي بيرفيوزد اورجنز الاول,
ثم بعد كده بيروح للبورلي بيرفيوزد اورجنز لحد ما يحصل ايكوليبريم ما بين الثلاثه ايه الثلاثه سبيسز. اللي بيحصل هنا ايه؟ بيحصل يبدا يحصل دراج اليمينيشن للدواء من مين؟ من البلازما اللي هو سنترال كومبارتمنت. فاللي يحصل ايه؟ اللي يحصل انه الكونسنتريشن هنا بتاع البلازما يقل عن الليفل بتاعه التيشوز. فاللي يحصل ايه؟ يبدا الدواء يتحرك من التيشوز داون الكونسنتريشن جريدينت للسنترال كومبارتمنت فيرجع البلازما ليفل تاني فيحصل اليمينيشن تاني فيرجع وهكذا وهكذا لحد ما الدواء يبقى اليمينيتد. تمام؟ طبعا العكس بيحصل لما بدل دواء، ان الكونسنتريشن هنا او لما ببدا الانفيوجن بيحصل هنا ان الكونسنتريشن في البلازما بيبقى اعلى يبدا يتحرك داون الكونسنتريشن جريدينت للتيشوز، وبالتالي الكونسنتريشن هنا في البلازما اعلى من الايه من الريسبتورز. لما بوقف الانفيوجن العكس بيحصل، الكونسنتريشن في البلازما بيكون اقل من عند الريسبتورز فبيبدا يحصل ريديستريبيوشن للسنترال كومبارتمنت عشان يحصل له اليمينيشن. طبعا الاليمينيشن بتاع الدواء هنا طبعا ده الكيرف اللي بيمثل لي قصه الايه الاكسبوننشال ديكاي كيرف بتاع الثري كومبارتمنت مودلز. هو هنا طبعا بيمثل لي زي ما احنا شايفين كده اللاين ده، اللاين ده بيمثل لي ثلاثه فيزز. الفيز الاولانيه اللي هي بتمثل لي السادن دروب في الكونسنتريشن بتاع البلازما، وده بيحصل نتيجه الديستريبيوشن بتاعه الدواء للتيشوز. ومعظم الادويه اللي هي الاناثيتكس التيرمينيشن اوف اكشن بتاعها بيحصل بالخطوه دي اللي هي الديستريبيوشن. يبقى الكونسنتريشن اوف بلازما بيقل عن طريق قصه الايه الديستريبيوشن ده. تمام؟ وبالتالي بيحصل تيرمينيشن اوف اكشن. فيز 2 هنا يبدا يحصل الديستريبيوشن بس للبورلي بيرفيوزد اورجنز، وبعد كده فيز 3 اللي هي بقى المور سلو اللي هي بيحصل فيها اليمينيشن. في عندي حاجه اسمها طبعا كونتكست سنسيتيف هاف لايف. الكونتكست سنسيتيف هاف لايف معناها انه التايم تيكن اوف دراج كونسنتريشن انه يقل بنسبه 50% بعد ما اوقف الانفيوجن اللي هو ديزاين تو مينتين ا كونستانت كونسنتريشن. القصه دي ببساطه ان انا دلوقتي في دواء اديته لودنج دوز وبعد كده مشيته انفيوجن. تمام؟ اللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل ان الدواء ده بيبدا يتحرك من السنترال كومبارتمنت للتيشوز. تمام؟ ويبدا ياكيوميليت في التيشوز، والاكيوميليشن ده بيزيد كل ما زاد التايم بتاع الانفيوجن. تمام؟ طيب لما اجي اوقف الانفيوجن ايه اللي بيحصل؟ بيبدا التيشو ستورز دي ترجع تاني الايه الدراج في البلازما، فبتمنتين البلازما ليفل فتره اطول. تمام؟ الى ان التيشو ستورز دي تبدا تقل جدا، في الوقت ده بيبدا هنا البلازما كونسنتريشن يقل. تمام؟ وبالتالي يبدا يحصل ايه الايه الكونسنتريشن بتاع البلازما يبدا يقل باي 50% مثلا على سبيل المثال. تمام؟ يبقى كلمه كونتكست سنسيتيف هاف لايف هي معناها انه الهاف لايف بتاع الدواء بيتغير على حسب تغير سيتويشن معين. تمام؟ السيتويشن المعين ده هنا هو ايه؟ هو التايم اوف انفيوجن. كل ما بزود التايم اوف انفيوجن الاكيوميليشن بتاعه الادويه بتزيد في التيشوز، وبالتالي بتاكت از ريزيرف للدواء ده، وبالتالي بتفضل تعمل كانها بتمنتين الانفيوجن للبلازما لحد ما التيشو ستورز دي تبدا تبقى ديبليتد، يبدا هنا الكونسنتريشن بتاع البلازما يقل. يبقى ده اسمه هنا كونتكست سنسيتيف هاف لايف. طبعا هنا معناها ان كل ما زاد التايم بتاع الانفيوجن كل ما زاد الايه الهاف لايف بتاع الدواء. طبعا الادويه اللي هي بتتكسر بسرعه زي الريميفنتانيل بيسموها كونتكست سنسيتيف هاف لايف، معنى كده ان الديوريشن اوف انفيوجن ما بيأثرش على الهاف لايف بتاع الادويه دي. انا تعبت الحقيقه واظن ان انتوا انهارتوا برضه. انا عايز اعرف بقى ايه النظام، ايه الاخبار يا جماعه؟ تمام دكتور، الدنيا واضحه شباب ولا يعني الكلام صعب؟ تمام. انا يهمني ان انتوا يعني نتكلم مع بعض، يعني اقصد الكلام ده فيه شويه تفاصيل بس انا يعني بحاول ان انا ابسطه على قدر الامكان يعني. تمام؟ موضوع بسيط هو محتاج بس نقراه على طول. هي طبعا قصه الجزء بتاع البيزك فارماكولوجي ده جزء يعني شويه رخم يعني فلازم نركز فيه شويه، معلش لازم له وقت للفهم طبعا اكيد يعني. فالقراءه هنا مهمه جدا جدا بعد المحاضره على طول،
ولو حد لي اي سؤال عايز يسالوني دايركت في على الجروب اوكي، عايز يقول لي يسالني المحاضره اللي بعدها فيش اي مشكله خالص. ويفضل طبعا الاسئله على الجروب علشان ايه يعني ايه كل الناس يعني ايه تبقى يعني اوير بالاسئله. يعني التوتال انترافينس انستيزيا انا بتهالي مش عايز احمل عليكم اكتر من كده، فانا بتهالي نتوقف هنا ونكمل المحاضره الجايه ان شاء الله. تمام تمام ان شاء الله. حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ يعني انا بس عايز اطمنكم على حاجه، يعني طبعا مهم جدا انك تقرا، مهم جدا انك تكون فاهم كويس، بس يعني اقصد ايه يعني لو انت حسيت نفسك ان انت مش قادر توصل لل 100% انا طبعا ممكن اساعدك بكل الطرق عشان اوصل لك اللي انا فاهمه. تمام بس مش مطلوب منك تعرف الايه يعني انك توصل لل 100%. يعني اقصد هي في الاخر الموضوع بيبقى بس يعني الاسئله فيه بسيطه، بس لو انت فاهم القصه مش هتبقى عاتل همها. بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم يا جماعه، ان شاء الله نتقابل باذن الله يوم الاربعاء باذن الله ان شاء الله. يلا السلام عليكم يا جماعه.